بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك كتابة أينما كنتم. الدفاتر دفاترنا والتواريخ في إيدينا، حد هيحاسبنا؟ بص يا أستاذ إبراهيم، هذا المنطق يحكم الكثير من أوضاعنا الرياضية. للأسف الشديد إن الكثير يعتمد على إن الليحة تتعدل في غيبة وفي ليل، ليك تعبير كده بليل. القرارات لا يحكمها معيار واحد، والقضايا لا يحكمها معيار واحد، ولا والفيصل في النهاية كلمة مسؤول في الاتحاد. عشان كده في تفاصيل كثيرة في حلقة اليوم من ملك وكتابة التي تحمل الرقم 783، وهذه أبرز عناوينها. مقالي ومقاله شالوا برقع الحياة. الغربال الفريضة الغائبة في الرياضة المصرية. وبعظمة لسانه الدوري الجديد واللبانة القديمة. والشموع الحمراء عن محمد شريف صبري باشا. وأسرار الملك عن القاطرة. وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. ده مضمون حلقة النهاردة، لكن انت بدأتها بداية درامية في الزوجة الثانية. خير؟ أنا أقول لك حاجة. قول لي. أتذكر هذا المشهد كلما أسمع تعليقات أو أرى تسلسل وتداعيات قضايا واضحة للرأي العام، ولكن يتحول مسارها ما أن يتدخل مسؤول في أي في بعض الاتحادات. والمراسلات التي تصل إلى الاتحادات الدولية في الكثير من المنازعات، فتنقلب الوقائع بشهادة بعض مسؤولي الاتحادات أن لا، تم القيد في التاريخ كذا، أصل مش عارف إيه، ويبتدي نخش في عملية تبرير وتنظير لأمور كل الناس شايف الخطأ كيف يحدث. وننتظر بعض الاتحادات ونشوف هتعمل ايه في القضايا المعروضه عليها، عشان نبتدي بقى فعلا نناقش الامر باكثر تفصيل. يعني ده كلام مهم واشاره اهم الى ضربه البدايه مع مقالي ومقاله شالوا برقع الحياه. الحقيقه الاتحاد المصري لكره الطايره شال برقع الحياه بجد في كل التفاصيل لمجلس الاداره من وقت ما اشتغل. يشيل مدير فني علشان المدير التنفيذي النافذ في الاتحاد ابنه ما اتخذش المنتخب، فيتشال مدرب المنتخب الراجل الاجنبي، ويتشال ليله السفر للجزائر للمشاركة في ألعاب البحر المتوسط. جالك رد عايزين نعلق عليه. وبعدين الغريب جدا أنه الرجل المدرب الأجنبي نفسه يشتكي أو يرجع يتكلم من أسبوعين مع الزميل هاني حتحوت ويحكي التفاصيل، ولا من شاف ولا من دري. فتوقعنا أنه سلطة الحكم الرياضي المفروض اللجنة الأولمبية هي اللي المفروض تنزعج للكلام الفاسد اللي بيحصل في الاتحادات، وإزاي الأمور يتسكت عليها بهذا الشكل. فيجي لك الرد المدهش والمؤسف انه اللجنه الاولمبيه هي اللي بعتت لاتحاد الطايره تقول لهم يتشال المدرب ما يسافرش. هل ده منطق يخش عقل، ولا ده الطلب من حد نافذ يعمل ده؟ ما هي في الايه الدفاتر دفاترنا احنا نسويها بالطريقه مش حي. وعلى فكره وهتلاقي الكلام ده عندما اثيرت الامور اترتب. ما هو الدفاتر دفاترنا والتواريخ تواريخنا. قول لي انت الاتحاد بناء على ايه اللجنه الاولمبيه قالت المدرب ده ما ينفعش؟ لا كنا خوضنا مسابقات ولا كنا عملنا حاجه. وليله السفر. وليله السفر. فجاه اكتشف. طيب عملته في ايه تاني؟ من الحاجات بقى اللي فيها فشل حقيقي. طلب التغيير مدربين نتيجه فشل؟ ابدا. ابدا. هتلاقي الواقعه الاولى والاخيره في هذا الامر، مما يدلك على
بدل ما تيجي تنفي انت اثبات. لما تبقى تختص بهذا وتنفرد بهذا الخطاب اللي بيغطيك، طب ما اللجنه الاولمبيه جت قالت لك في وضع تاني، لا العقود القديمه تعتمد لما انت حبيت تغير. شوف استاذ ابراهيم حنظل، وهتعرف الناس هتعرف تستف ورقه في الاخر، لان كله بيغطي على كله. اراده الاصلاح، طب اراده العداله، بلاش الاصلاح، ما العداله اساس الاصلاح. ادي حاجات تحكم الجميع عشان الناس تعرف تشتغل لائحيا. لكن لما كل واحد عارف انه اعمل اللي عليا واروح للناس اللي تغطي لي، يتفتح لي الاتحاد امتى ويتأيد فلان امتى، طيب فلان خارج القائمه ازاي يتأيد في غير موعده العقد، والاتحاد الدولي ياخد هذا الكلام يحكم بيه. بقينا حتى شكلنا قدام الاتحادات الدوليه مش كويس، احنا مش دوله جديده في الرياضه، ما يصحش هذا النوع من المشاكل يبقى موجود عندنا. طيب خد بقى عشان تشوفوا الامر يوصل لفين في الفوضى اللي موجوده اداريا. مريم مصطفى لعيبه في النادي الاهلي، عقدها خلص، النادي في اطار تجديد عقود اللاعبات جدد عقد مريم مصطفى، والتقاها الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي والمهندس خالد مرتجى امين الصندوق في وجود والدتها الكابتن هناء حمزه عضو اتحاد الطايره وكابتن النادي الاهلي السابق. الصوره موجوده والعقد موجود وهتشوفوها وعرضناها، والامر كان واضح جدا ومعلن، عقد بقيمه وحصلت على مقدم العقد وكله واضح جدا وثابت. وقلت لكم احنا هنا قبل كده عرضنا والقناه عرضت هذه الصور. ايه اللي حصل؟ فجأة طلعت أصوات إعلامية تقول إنه الكابتن هناء حمزة ارتبطت بعمل في نادي الزمالك. دي في الناحية الإدارية أمر برضو غير مسبوق، إن في مسؤول في الاتحاد يعمل في نادي. يتقال لا، أصل هي مسؤولة لجنة اكتشاف المواهب، وبعد كده يقول لك لا مفيش دليل، فليكن، ما هي الدفاتر دفاترنا. في النهاية هنثبت اللي احنا عايزينه وننفي اللي احنا عايزينه برضه. لكن ما يخص النادي الأهلي إنه في لاعبة تتعاقد مع النادي تجدد عقدها وتحصل على مقابل وتتصور ويعلن ده، ثم الطرف الآخر وهو نادي الزمالك يعلن ضم اللاعبة. قولوا لي في أنهي وضع ده يحصل؟ لما بيحصل بيحصل إيه؟ إيقاف لاعب وقع لناديين ويرجع لناديه الأصلي، لأنك أنت لم تعترف بالعقد التالي له. الأصل في المسألة العقد القائم. يطلع مسؤول في الاتحاد يقول إن احنا في الحالتين، لأن في لاعيبة في الزمالك بتشتكي إن ما خدتش فلوسها من فترة وماضي عقد، قالت إن أنا ماضي على سنة اكتشفت إن هما 3 سنين. دي تفاصيل الاتحاد هو اللي يبت فيها في مدى قانونيتها، والمفروض يكون في جهات قانونية تفحص وتتأكد من دقة التوقيعات والمضمون بتاع العقد. لكن ما يخص النادي الأهلي، دي صورة مريم مصطفى مع الأستاذ عامر فاروق والمهندس خالد مرتجي والكابتن خالد العوضي والكابتن حمدي الصافي بعد التوقيع، وفي وجود والدتها الكابتن هناء حمزة. إذن الأمر كان طواعية وفي حالة ودية جداً وبشكل رسمي وقانوني، والسعادة على وجه الجميع واضحة، ومريم مبسوطة علشان المسألة كانت كلها في الإطار الودي جدا. إيه اللي حصل بعد كده؟ يقول رئيس الاتحاد أو مسؤول في الاتحاد إنك أنت لما يجي لنا الأمر وهنعرضه، اللاعب او اللاعبه اللي وقعت للناديين سواء دي او دي، يعني لاعبه الزمالك او لاعبه الاهلي، تتوقف من شهرين لثلاثه او من شهرين لاربعه، وبعد كده ترجع تتخير عايزه تروح فين. يا سلام يا سلام بجد، عمركم شفتوا فوضى زي كده؟ يعني انا بكافئ اللاعب اللي تجاوز او اللاعبه اللي تجاوزت اللي اخترقت عقدها ومضت عقد مع نادي تاني وهي متعاقده مع النادي بتاعها، بكافئها، هتاخد شهرين راحة ونفذت غرضها. النادي الأصلي صاحب العقد الأصلي حقه فين؟
امتى ده بيحصل؟ انت في كل المواقف في كل الاتحادات والوضع الطبيعي الايقاف ده عقوبه على خطا قانوني حصل، وهو التوقيع لنادي بغير وجه حق. يرجع اللاعب لناديه الاصلي، انما ازاي يخير عشان يمشي؟ طب انت عاقبت النادي الاصلي للاعب وكافئت النادي اللي اغوى اللاعب باختراق عقده، وقفت مع اللاعب اللي انتهك العقود. في كده يرجعوا في الاتحاد ويقولوا لا. طب النادي الاهلي من جنوبه هيعمل ايه؟ النادي الاهلي بكره هيتقدم بحافظه المستندات الكامله القانونيه عنده في الواقعه ديت للاتحاد عشان تعرض على الشؤون القانونيه في الاتحاد، ومتمسك بحقه القانوني الكامل لابعد مدى. لكن فكره ان تتفصل القرارات ويعلن عن القرارات مسبقا قبل حتى الكيس ما يعرض، وقبل ان الاهلي ما يقدم ورقه، وقبل ما تشوفوا اي حاجه، فجاه يطلع الكلام ده، هل ده منطقي؟ انا عايز اذكر بحاجه بس، انا مش عايز احكم بقى طالما ان بتقول في حافظه مستندات وهتقدم عشان ما نبقاش بنستبق الاحداث الغريبه اللي بتحصل يعني. انما انا عايز اقول حاجه، انا قريت خبر مش عارف مدى صحته، ان اللاعبه لعبت نادي الزمالك وهي بيتحقق معاها رايحه معاها المحامي بتاعها، فقالوا لها لا انت تخشي لكن ما فيش محامي معاك، فانسحبت. اذا كان هذا الامر قد حدث وانا مش مستغرب انه يحصل، لانه انا شفت المشهد ده قبل كده لما رحنا مع جده عشان يتحقق معاه، وكان هناك رفض ان يحضر المحامي بتاعه وكان هناك رفض ان احضر من ممثلا عن النادي الاهلي وفوجئنا اللجنه القانونيه اللي هتحقق لا ما اللعيب ما يقعدش مع المحامي بتاعه، وانت يا باشمهندس يعني الحقيقه قلت له حاجه غريبه جدا، الطرف الثاني المحامي بتاعه موجود اهو. وبعدين فيما يتعلق ده باللاعب فيكون القرار بس المحامي يقعد وما يتدخلش يسمع بس. طيب وانا بقى وضعي ايه؟ قالوا انت مش طرف. قلت له انتوا عملتوني طرف. ليه؟ انت واقف للاعب لحين انتهاء التحقيق، فاصبحت جاي ادافع عن حقوق، انا عندي ماتش في افريقيا، ارفع الايقاف لحين انتهاء التحقيق بالظبط، وبعدين انا اقول لك سلام عليكم. لكن الاراده ان يكون هناك قرار معلب. انا ليه بحكي بس؟ انا بس عشان الناس كلها تتعلم من المواقف. وصدر القرار رغم ان اللاعب اراد ان يستشهد انه مضى على عقد فارغ، وان التواريخ لا تتفق مع الاحداث، وان هناك تلاعب في العقد، وانه ما قبضش فلوس، وعايز يستشهد بالوكيل بتاعه اللي كان حاضر، فيرفض طلبه. قلت لهم كده يا جماعه الراجل ده طاعن في صحه العقود، انتوا هتوصلونا ان هنضطر نلجا للنيابات ونلجا للقضاء العادي، لان دي مش واقعه نظام رياضي هنا. دي انتوا رافضين تدوا ابسط الحقوق للاعب ووقعه تزوير. المقاوحه وصلت مداها وغرموه 12 ولا مبلغ كبير جدا، 12 مليون جنيه باين كان عقد شرط جزائي في العقد بتاعه او حاجه زي كده، لجنه شؤون اللاعبين. طب ايه اللي حصل؟ لما خدنا المسار الاخر كيف انتهى الامر؟ ان النيابه تكتشف ان في تزوير، وان هناك من يطلب من النادي الاهلي ومن اللاعب من فضلكم لا لا كفاية لا, كده. لا نصلحها بطريقه تانية عشان ما يتاذيش فيها ناس. وهو مكان، لكن انا في الاخر عايز اوصل، هو احنا ليه ما مشيناش صح من اول يوم؟ انت ساعه ما اشتريت اللاعب اشتريته من نادي الاتحاد السكندري الذي سبق الفصل في الخلاف بينه وبين نادي الزمالك، واعتمد في قيمته وانا اشتريته من قيمته. كيف يفتح هذا الامر مره تانية بطريقه الدفاتر دفاترنا والتواريخ تواريخنا، وان كان عاجبكم لا مش عاجبنا، وفي مسارات اخرى هتاخد وقت اصعب، لكن في الاخر الحق هيظهر. مش عايزين كل قضايانا الرياضيه تمشي بهذا الامر، عايزين الامر يبقى فيه لوائح شفافه
مفيش تواريخ، مفيش تعديل في نظام بعد ما تنطلق الامور، وتقول لي العقد القديم اتلغى وهنعمل عقود جديد، فاللجنه الاولمبيه ترفض فتدور على مسار اخر تحل بيه المشاكل. انا كل اللي يعنيني هو في الاخر يعني الدنيا مش هتضطربق، والنادي الاهلي هيعرف يتعايش مع اي موقف ويعالجه. لكن فكره ان انت دايما داخل في دائره الشك ودائره عدم الشفافيه ودائره منطق دفاتر دفاترنا والتواريخ تواريخنا، في الرياضه ما يصحش تمشي الامور كده، لانها لما بنصعد الناس بتكتشف هو البلد دي ايه، يعني اللي بقى لها اكتر من 100 سنه في الرياضه، كيف تحدث هذه المشاكل الان؟ استاذ ابراهيم ما كانتش عندنا المشاكل دي قبل كده بالطريقه والكثافه دي. فده هل كنا منظمين اكتر، ولا كنا عندنا حياء اكتر في مواجهه الخطا، ولا كنا انا بعت لك صور عشان طبعا في حديث للدكتور اشرف صبحي انه عايز المبادرات السلام الرياضي والصلح الرياضي والروح الرياضيه، وانه لا تفريط في هذا الامر، وكنت بعت لك صور كابتن صالح مع حسن حلمي ومش عارف مين مع كابتن حسن حمدي مع الدكتور كمال درويش وكمال درويش هكذا كانت، وكان في مشاكل وكان في تنافس، وكنا ساعات بنخش في منافسات على لعيبه وبنشتكي بعض احيانا، لكن مين منظور في الاخر بيحكمنا؟ الى حد كبير نظام، كان في اختراقات بس كانت مقبوله او مش مقبوله، يعني كانت محدوده اقصد اقول محدوده، لكن بالطريقه دي اصبح الامر يسود أيوة. الكثير من الريبه والارتياب لدى الهيئات الرياضيه، محدش مرتاح. طيب ليه انا بقول لكم شالوا برق الحياه يا جماعه؟ لان المساله فعلا بقى فيها قدر عالي جدا، مش عايز اقول لفظه حتى بره الرياضه، انما ده غير معقول بالمره. والمفترض ان اي اتحاد يكون مارق على الحدود بهذا الشكل، في استخدامات لعيبه وفتح قيد وفي حاجات كتيره قوي غريبه وعجيبه وموجهه، وكله بيشير الى نفوذ السيد المدير التنفيذي وعلاقاته في وزاره الشباب والرياضه. ده كلام غير معقول وغير مقبول السكوت عليه كتير، لانه المفروض في تصويب مسار. انت عندك لجنه اولمبيه، اذا كانت اللجنه الاولمبيه راس الحركه الرياضيه اللي المطلوب انها تتدخل، فتفاجئ انه مسؤول الاتحاد نفسهم يقول لك احنا شلنا الراجل بناء على جواب من اللجنه الاولمبيه. بلا اي منطق وبلا اي سابقه وبلا اي سبب ايه ده؟ ومين اللي قايم؟ يعني اللجنه الاولمبيه ما تتدخل عقب حدوث تقييم مترديه، حدث خلص ونتائج طيب والاداء وحش واللعيبه بتشتكي حاله من يا راجل ده رفع الاثقال، الشكاوى داخله خارجه ما بيتعملش فيها كده من من الجهات المسؤوله، ما بتحققش توصل النتيجه دي بالسرعه دي والراجل رايح المطار. ويطلع المدرب الاجنبي وقتها ويتكلم بوضوح ومحدش يحاسب. طب التعامل مع النادي الاهلي في اتحاد الطايره هيفضل كده؟ هل هيفضل الاتحاد يدار وان واي بهذا الشكل؟ لا، هو بيغير واقع، والاتحاد دلوقتي بيغير واقع. لما تيجي انت السنه اللي فاتت في موسوعه جينيس رجال وسيدات انت بتصنف وفريق ملوش منافس في القاره، وفجاه تتضرب هنا وتتضرب هنا عشان تفقد هذه المكانه، ما هي مصر اللي بتفقدها برضه معاك، انك يتنقل 5 6 لاعبات من النادي الاهلي لنادي الزمالك وعايز الباقي لسه برعايه وعنايه. النهارده اللعيبه بتجدد وقبل الموسم ينطلق يقول لك اصل شروق عندها مشاكل مع حمدي الصافي، دي مجدده في وجوده ولسه الموسم ما ابتداش. ظهرت المشاكل امتى؟ وشروق دي كانت كل يوم ليها بوست بصورتها بتتغزل، وبتلاقح كلام على اللي مشي وسيبه وسابوا النادي الاهلي. الاهلي لا يقارن بالاموال، مش عارف ايه، وفجاه تبص تلاقيها واخده موقف تاني. انا بتكلم ان طب وهو ده المناخ اللي هنخلقه هو الانديه؟ اشمعنى النادي الاهلي بيحصل فيه كده؟ ما تفهمنيش ان النادي اللي عمال يكسب 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 ويضيف بطولات ان لعيبته متضايقه، اللي مالهاش ولا لعيبه منهم لاعبه منهم لها مستحقات متاخره.
طب ناس مشيت لان توعدت بمبالغ اكبر، بس الناس دي في نفس التوقيت كان في ناس قعدت اشترت النادي الاهلي. ايه اللي يغير موقف بعضهم الا ان يكون برضه ما تسابوش في حاله وتوعدوا بحاجات اكبر وهكذا. انت المقصود مش انك انت تدعم نفسك بقدر ما انت المقصود يتهد منظومه ناجحه في مكان ما. مفيش حد بيتعرض لهذه الامور بالشكل ده ابدا وبالطريقه دي ابدا، ومطلوب والاهلي ما اعتقدش ان هو هيتهاون اطلاقا في هذا الامر. يعني الاهلي يقدم بكره حافظه مستنداته القانونيه بالكامل، وفي انتظار قرار الاتحاد. وان كان من الغريب والعجيب والمريب ان مسؤولي الاتحاد يعلنوا عن موقفهم وعن قراراتهم قبل ما الاهلي يبعت ورقه جديده دي. بس حد قال لك والله لسه ما ظهرش حاجه، بتجيبوا الكلام ده منين؟ ننتظر لنرى. نطلع الفاصل، وبعد الفاصل كلام مهم. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه ده اسبوع تالق الالعاب الاهلاويه. فريق كره السله سافر الى الكويت للمشاركه في البطوله برئاسه الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس الاداره. فريق كره اليد يواصل تالقه وانتصاراته في تونس في البطوله الافريقيه، ورئيس البعثه المهندس خالد مرتجي امين الصندوق. النهارده فريق كره اليد فاز على كينشاسا الكونغولي بنتيجه كبيره 39-14، وده الفوز الثالث للاهلي في البطوله. كان فاز على فلاورز البنيني 40-11، وفاز امبارح على وفاق عين التوته الجزائري ايضا نتيجه كبيره 36-17. بكره الثلاث اجازه في البطوله، الاربع الاهلي مع الترجي، ودي الماتش المهم بقى استاذ، مباراه مهمه في المجموعه. لانه المجموعه الاولى الاهلي في المجموعه الثانيه اللي فيها معاه الترجي وشبيبه كينشاسا الكونغولي وفلاورز البنيني وفاق عين توته الجزائري. بس عايزين نقول حاجه، المجموعه الاولى فيها الزمالك. لحظه واحده، الترجي فاز منذ ايام بالبطوله العربيه ليتاهل مع النادي الاهلي لبطوله العالم. المجموعه الاولى فيها الزمالك والافريقي ومولوديه الجزائر وفاب الكاميروني وريد ستار الايفواري. ده وضع كره اليد اللي بنتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق في البطوله. امور كتيره اهلاويه على الساحه. ده التوقيت طبعا المهم للاحداث. شعار النادي، العلامه التجاريه اللي حاصل، حواديت كتيره جدا مثاره. كان لازم يكون معانا فيها المدير التنفيذي للنادي الاهلي الدكتور سعد شلبي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، ومساء الخير كابتن عدلي، ومساء الخير على مشاهدين حضراتكم الكرام. يومك كان طويل، واحنا قلنا نجيبك بدري عشان ما نسهركش. يعني حقيقه بالفعل يوم لسه مخلصين اجتماعات دلوقتي حالا من الصبح لحد دلوقتي. الله يكون في العون يا دكتور. انا عارف ان انتوا خلاص فرع التجمع جهز تحديدا، مش كده؟ يعني ان شاء الله احنا كنا بنقول شهور ونفتتح فرع التجمع، النهارده ممكن نقدر نقول اسابيع. اسابيع ان شاء الله نفتتح فرع التجمع ان شاء الله. ما شاء الله، دي اللقطات دي يا جماعه، دي لا الجزيره ولا الشيخ زايد، ده التجمع. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ده فرع التجمع، يعني ما شاء الله. يمكن وانتم بتعرضوا كده زي ما انتم بتعرضوا للمشاهدين الكرام واعضاء النادي الاهلي في الحقيقه. اللي احنا بنعتز بيهم وبنفتخر بيهم في الحقيقه ان احنا بنعمل فرع فعلا يليق اولا ايضا بالدوله المصريه والتطورات اللي بتحصل فيها في الحقيقه. ويمكن انتم شايفين المنشات اللي موجوده في التجمع حضراتكم بتعرضوها. النهارده البوابات خلاص في مراحل التشطيب النهائي. النهارده المبنى، يعني لحظه واحده يا دكتور، دي صوره من ارض الواقع، انا شايف الاعلام بتتهز. دي حضرتك دي صوره واقعيه، دي اخر زياره للكابتن محمود الخطيب. الحقيقه كان حريص بنفسه ان هو مش مكت يعني ويشوف ده، ومعاه كاميرات النادي الاهلي ومعاه المركز الاعلامي في الحقيقه اللي احنا الاثنين ايضا بنقدم لهم الشكر لانهم يعني بيعكسوا الواقع. وهنا زي ما انتم حضراتكم شايفين الملاعب، يمكن انتم حضراتكم بتعرضوا اللي بيركب كله بالكامل. صحيح، يمكن عدى على المنظر ده، عدى عليه النهارده ثلاث اسابيع، فالموضوع بيفرق معانا كل يوم بنسب كبيره في الحقيقه، في نسب الانجاز اللي موجوده في المشروع. ويمكن كان مجلس ادارتنا برئاسه الكابتن محمود في الحقيقه حريص كمان على حاجه، يمكن دي يعني بنقولها من خلال
برنامجنا الجميل ملك وكتابه ان النادي الاهلي مجلس ادارته في الحقيقه قرر تاجيل الزياده اللي كانت مقرره على الرسوم العضويه لحين انعقاد الجمعيه العموميه القادمه واعاده العرض على الجمعيه مره اخرى في الحقيقه، وهنشتغل على الرسوم القديمه اللي كانت مقرره وهي 250 ألف جنيه للعضويه في فرع التجمع وايضا فرع الشيخ زايد. دي في الحقيقه مجلس الاداره حرص ان هو يستصدر هذا القرار لحين انعقاد الجمعيه لمجموعه من الاسباب. في الحقيقه الظروف الاقتصاديه اللي بيمر بيها العالم كله واللي مصر مش خارج اطار هذه الظروف في الحقيقه، وتاثرت ايضا الاقتصاد المصري تاثر بيها، وبالتالي احنا كنا حريصين ان احنا نسمح لاكبر عدد من الافراد اللي هم عندهم الحماسه والرغبه في ان هم ينضموا لاسره الاهلي والاستمتاع بالخدمات الكبيره اللي بتقدمها فروع النادي الاهلي اللي موجوده في كل انحاء محافظه القاهره الكبرى، سواء كان المقر الرئيسي في الجزيره، مدينه نصر، الشيخ زايد، وايضا ان شاء الله العريس الجديد اللي هيبقى هو فرع التجمع ان شاء الله اللي هو في خلال اسابيع ان شاء الله نقدر نشوفه في خدمه فعليه لاعضاء النادي الاهلي. فاحنا من خلال منصه النادي الاهلي الاولى وهي قناه النادي الاهلي بندعو جميع الساده الذين لديهم رغبه في الانضمام لعائله الاهلي والاستمتاع بهذه الخدمات الفريده والمتميزه. ويمكن انا مش بقول الفريده والمتميزه بحكم ولائي وحماسي للنادي الاهلي، ولكن هو بما تعكسه في الصوره من مستوى ارتفاع جوده الخدمات المقدمه في هذا الفرع الجديد. لما حضرتك شفت كل الصور ويمكن شفت المسجد والنهارده ودلوقتي جوله في المباني الاداريه وفي المقر المبنى الاجتماعي، اعتقد ان دي حاجه تدعو للفخر لينا كلنا كمصريين ولينا كلنا كاهلاويه. ده شغل فندقه يا دكتور. ايه البحيرات، ايه النافورات، ايه الجمال ده يعني ودي كمان بس المرحله الاولى. يعني كمان احنا ان شاء الله بمجرد ما ننتهي من المرحله الاولى بكل الامكانيات اللي حضراتكم شفتوها، المبنى الاجتماعي، الملاعب متعدده الاغراض، ملاعب كره القدم، ملاعب كره السله، ملاعب الطايره، خدمات المطاعم، كل الخدمات اللي موجوده دي ان شاء الله هنبتدي ايضا في المرحلة الثانية على طول مباشرة بمجرد ما نفتتح إن شاء الله. وأعتقد إن ده يعني بيضيف قيمة مضافة للرياضة المصرية وبيضيف قيمة مضافة لعضو النادي الأهلي تحديدا اللي إحنا في الحقيقة ده عملية تنمية للحي، عملية تنمية لمحيط هذا النادي. يمكن كان مش تنمية بس للحي، تنمية كمان للاقتصاد الوطني. يمكن البعض ممكن ما يعرفش أهمية هذا الفرع. احنا بدأنا بالفعل من أسبوعين بنحط اللمسات الأخيرة في الجهاز الوظيفي اللي هيشتغل في هذا المقر، ودي في الحقيقة أيضا بتخلق فرص وظيفية جديدة لأبناء المجتمع المصري. في الحقيقة اللي احنا كمان كوادر رياضية هتشتغل في المكان ده بتوفر فرص تدريب للمواهب الرياضية اللي عندها رغبة في ان هي تنضم للفرق الوطنية أو تنضم الأول للنادي الأهلي ثم تنضم للمنتخبات الوطنية. كلنا عارفين إن النادي الأهلي تقريبا 50% من كل لاعبي المنتخبات الوطنية في مختلف اللعبات، كرة القدم، السلة، الطايرة، اليد، التنس الطاولة، التنس الأرضي، الاسكواش، كل ده بيبقى 50% تقريبا من أبناء النادي الأهلي. وبالتالي وده يمكن كمان ده على فكرة يعني كابتن عدي، أستاذ إبراهيم، مشاهدينا الكرام، ده يمكن جزء رئيسي، مادة رئيسية في الدستور المصري على مؤسسات الدولة أن تستخدم إمكانيتها في اكتشاف المواهب. وده على فكرة أيضا توجه استراتيجي للدولة المصرية، ويمكن فخامة الأستاذ الرئيس عبد الفتاح السيسي بيأكد في كل مرة على ضرورة اكتشاف الموهوبين وتوفير الفرص إن هم يوصلوا لأعلى المراتب الرياضية. فيبقى الصرح ده أيضا بيلعب جزء كبير جدا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية بتاعت مصر، مش بس اهدافنا كنادي اهلي وابناء النادي الاهلي، لا في الحقيقه ده هيخدم ايضا استراتيجيه الرياضه الوطنيه. لا، فالنادي الاهلي دايما ده دوره وده دايما مسؤوليته تجاه وطنه وتجاه اعضائه ان يقدم لهم فرص متميزه. النهارده يعني خلينا نقول النهارده انا من اعضاء نادي الاهلي الجزيره، وعندي ابني كبر وراح سكن في التجمع، النهارده ان شاء الله يقدر يتمتع بهذا الصرح العظيم ان شاء الله اللي احنا كلنا فخورين بيه، وان شاء الله ربنا يعيننا ونكمل مرحله ثانيه، مرحله ثالثه ان شاء الله. يا دكتور سعد، الصوره بتشي ان على اقتراب موعد الافتتاح،
ولا لسه ما تحددش؟ يعني احنا ان شاء الله يعني بنستعد بكل جديه على قدم وساق، احنا شغالين. يمكن التجهيزات اللوجستيه اغلبها احنا جهزناها، بس احنا برضو عندنا حاجه وبنقولها من خلال حضراتكم، ان الفرش الداخلي لهذا الطرح العملاق في الحقيقه احنا جايبينه من الخارج، مستوردينه من الخارج، وحضراتكم متابعين تقريبا عمليه الاستيراد ده، مش بس في قطاعات المنتجات الخاصه بالرياضه. يمكن انتوا بتشوفوا العالم كله بيمر بازمه خدمات لوجستيه عنيفه جدا، والسبلاي تشين كله على مستوى العالم في ازمه. يمكن النهارده بنتكلم القمح، بنتكلم ازاي هيطلع من اوكرانيا او من روسيا، فكل السلع دي المنتجات دي احنا ان شاء الله بمجرد ما توصل مصر على طول سوف نعلن الموعد الرسمي للافتتاح. ده اللي مأخرنا، ما عندناش اي حاجه. الغاز كمان بالمناسبه طبعا، وده بنشكر يعني اجهزه الدوله المصريه، امبارح ركبناه وخلصناه. المطابقه بتاعه شبكه الكهرباء الحمد لله امبارح احنا داخلين 5.8 من 10، انا بقول ارقام يعني يمكن الناس تستغرب عليها شويه، 5.8 من 10 مليون جنيه كابتن محمود ومجلس الاداره الموقر وافق عليهم، اللي هو التامينات الاجتماعيه عشان نعمل مطابقه الكهرباء والكهرباء، تيار الكهرباء يصل لكل، الحمد لله ده خلصناه. دي حاجات كلها يمكن الناس بتفكرها صغيره، لا كل ده خلاص الحمد لله. طبقه الاسفلت بالكامل حوالين اسوار النادي خلاص انتهت، فاحنا بس الحاجات اللي هي الفرش الداخلي ده احنا جايبين فرش يليق باعضاء النادي الاهلي وبهذا الفرح، فان شاء الله بمجرد وصوله الى الموانئ المصريه سوف نعلن على طول موعد الافتتاح ان شاء الله باذن الله، وده يبقى حاجه كلنا كمصريين في الاساس فخورين بيها، وكلنا كاعضاء النادي الاهلي فخورين بهذا الفرح الجديد العملاق اللي ينضم لاسره فروع عائله الاهلي ان شاء الله. مبروك للاهلي ومصر. باستثناء ملاعب الكوره وحمامات السباحه الواضحه يا دكتور، ايه المرافق الرياضيه اللي موجوده في الفرع؟ يعني المرافق الرياضيه ملاعب تنس ايضا موجوده في الفرع، هيبقى في ملاعب ايضا بدل موجوده في الفرع. المرحله الثانيه بتشمل حمام السباحه، وده مش هياخد مننا كتير من الوقت بالنسبه لنا. المرحله الثانيه ايضا فيها الصاله الرياضيه المغطاه، ايضا صاله رياضيه عملاقه مغطاه موجوده ان شاء الله في المرحله الثانيه، فكل ده ايضا تسديدات رياضيه موجوده في الفرع. واذا سمحت لي كمان يا استاذ ابراهيم، يعني انا بقول للزملاء وكل الناس اللي بتنتمي للنادي الاهلي وعندها رغبه في انها تستمتع بالنادي الاهلي، تنتهز بقى الفرصه اللي مجلس ادارتنا الموقر يعني اخذها، وان هو سمح باستمرار برسوم العضويه القديمه وتاجيل الزياده اللي موجوده نظرا للظروف الاقتصاديه اللي بيمر بيها العالم، واللي بالتالي لها انعكاسات كبيره على المجتمع المصري، لان مصر محور اقتصادي مهم في العالم. فاحنا بندعوهم من خلال برنامجكم ان شاء الله ان هم يبادروا بقى يستمتعوا بالخدمات دي، وخلاص احنا على مسافات قريبه جدا من الافتتاح واستقبال اعضائنا الجدد ان شاء الله في هذا الفرع. طيب العضويه 250,000، الاسعار مستمره لغايه انعقاد الجمعيه العموميه اللي هي قدامها كام شهر؟ ان شاء الله موعد الجمعيه العموميه سوف يقر مجلس الاداره القادم، سوف يحدد موعد انعقاد الجمعيه العموميه. يا موعد الجمعيه العموميه كان النظام الاساسي بتاع النادي الاهلي بيقول ان هي الجمعيه العموميه بيتم الدعوه ليها في خلال 4 شهور من انتهاء السنه الماليه. السنه الماليه انتهت من 1/7، يعني احنا في الاربع شهور النهارده، يعني في خلال الشهر القادم او في نهايته، يعني في 11 او 12 موعد الانعقاد، فدي فرصه بيحدد مجلس الاداره وبتنعقد الجمعيه العموميه ان شاء الله. فعندنا فرصه يعني مش كبيره قوي، فالناس يعني بالذات اللي عندهم رغبه وكان عندهم استعداد وكانوا يعني حاسين ان الزياده ممكن تكون بالنسبه لهم شويه. واحنا كمان عملنا نظام مهم كمان بالمناسبه، احنا كمان يعني خلينا السداد كله بالكامل من خلال شركه فاليو، وشركه فاليو عامله تسهيلات في السداد حتى 10 سنوات في الحقيقه، ودي ايضا ميزه كبيره جدا، يقدر الاعضاء بتوعنا اللي عندهم رغبه في الاشتراك يقدروا يتعاملوا وفقا للتسهيلات اللي بتقدمها الشركه المتعاقده مع النادي. اللي عنده رغبه سواء ساكن في التجمع او عنده خطه يسكن في التجمع او قريب منها وعايز يعمل عضويه يروح فين؟ يروح حضرتك فرع الجزيره او فرع مدينه نصر، ده فرع قريب منه، او لو كان من حتى من سكان الشيخ زايد ايضا يستطيع ان هو يحصل على بطاقات، يعني يروح لاقرب فرع له. واحنا كمان ان شاء الله مجلس الاداره كمان هيبدا يعامل، يعني اتخذ قرار كمان هيبقى عشان الجاليات العربيه اللي موجوده
ايضا في الخارج ان شاء الله هنكون متواصلين معاهم في فتره قريبه ان شاء الله، بحيث ان هم يبقى عندهم برضه يعني طريقه للاشتراك من خلال اجراءات النادي الاهلي بدا يشرع فيها ان شاء الله في الفتره اللي جايه ان شاء الله. ده خبر مهم لان بيتواصل معايا البعض من الجاليات او الاعضاء الانديه المصريه في الخليج وفي الدول العربيه، وكانوا بيسالوا في الحته دي بالذات. معظمهم تعرف بيبقى شاري في المدن الجديده، وكانوا بيسالوا على التجمع وامتى. اديك جاوبت على كل الاسئله، وباذن الله هتروح لهم قريب بخطه علشان يستفيدوا من هذه الميزات، ميزات ثبات السعر والتقسيط. دكتور سعد، ما ينفعش تكون معانا وما نسالكش على حديث امبارح بقى في قصه العلامه التجاريه وشعار النادي. دكتور يعني سعد، يعني خلينا نقول يا استاذ ابراهيم، في الحقيقه احنا يعني في النادي الاهلي دايما عندنا نظره ايجابيه للجمهور، وفي نفس الوقت احنا عندنا فخر كبير جدا بجمهور النادي الاهلي. وفي الحقيقه كل الاحاديث اللي بتتم في الفتره اللي فاتت على ما يتعلق بالعلامه التجاريه اللي موجوده على التيشيرت الجديد اللي هيتم ازاحه الستار عنه ان شاء الله مع المباراه الاولى لينا في بطوله افريقيا، نتمنى التوفيق ان شاء الله لفريقنا مع الفريق التونسي ان شاء الله. خليني بس اوضح كده كذا حاجه، واحنا فاهمين الموضوع ازاي. في الحقيقه القلق الشديد اللي بتاب جمهور النادي الاهلي هو في الحقيقه دايما بيبقى جزء من القلق المحمود دايما، لان في قلق سلبي في قلق احنا بنشوفه ايجابي. ان النهارده ده بيعكس مدى شغف الناس جماهير النادي الاهلي بالعلامه التجاريه. وعلى فكره اي نادي في العالم لو قلت له انت بتبيع ايه؟ هيقول لك ببيع علامه تجاريه. فكل ما زاد الشغف بتاع الجمهور بالعلامه التجاريه بتاعت ناديه، ده بتشير الى قيمه هذه العلامه ومكانتها في السوق، وده اللي بيميز النادي الاهلي داخل المنطقه العربيه، وبيميز النادي الاهلي داخل القاره الافريقيه، ان دي اقوى علامه تجاريه واعلى قيمه سوقيه موجوده نتيجه لهذا الشغف والحرص الشديد من جمهور النادي الاهلي على رصد اي تغيير واي محتوى يشكل جزء من العلامه التجاريه. فده يعني احنا خدناه في الحقيقه بـ 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 يعني اهتمام بالغ جدا وبحرص شديد جدا على ان احنا نستغل هذه العلامه باعلى قدر ممكن في تحقيق ايرادات النادي الاهلي. يمكن انتوا حضراتكم بتعرضوا حاجه كده مش شايفها على الشاشه معاكم. ايوه. بتعرضوا البيان بتسجيلات العلامه التجاريه، انتوا عارفين حضراتكم احنا مسجلين كام علامه تجاريه للنادي الاهلي؟ كام يا استاذ ابراهيم؟ كام علامه مسجلينها؟ اتفضل يا دكتور. احنا مسجلين 56 علامه تجاريه رسميا باسم النادي الاهلي، وده النادي الوحيد في القاره الافريقيه والنادي الوحيد في العالم العربي اللي مسجل هذه العلامات بهذا العدد وبهذا الشكل وبهذا الحمايه الدقيقه للعلامه التجاريه، علامه تجاريه محميه. يمكن احنا على سبيل المثال هتقول لي هو يعني احنا عندنا 56 علامه تجاريه؟ لا، احنا مش عندنا 56 علامه تجاريه بس، حصل اكثر من تعديل على شكل العلامه التجاريه بتاعتنا. يعني على سبيل المثال النجمه التاسعه تغيير في شكل العلامه التجاريه يجب تسجيله وحمايته في مكتب تسجيل العلامات التجاريه في جمهوريه مصر العربيه. سجلنا النجمه التاسعه لان ده تغيير، لما اضفنا النجمه التاسعه ده تغيير حصل. لما اخذنا نادي القرن وحطينا نادي القرن تحت العلامه التجاريه الرئيسيه بتاعت النادي الاهلي، ده تغيير جوهري حصل في العلامه التجاريه. لما دخلنا نادي القرن العشرين، لقب نادي القرن العشرين والاكثر تتويجا بالمباريات، احنا سجلنا ده كعلامه تجاريه مملوكه للنادي الاهلي. فده جهد كبير قوي، ويمكن تم على فكره مش من النهارده بس، ده من سنه 2004 اول نادي مصري وعربي وافريقي سجل علامته التجاريه كحقوق ملكيه فكريه مملوكه للنادي الاهلي. تسمح لي لحظه واحده اتدخل هنا عشان ايه الناس تلخص الكلام المهم اللي حضرتك قلته. اذا نحن لنا هويه واحده وثابته، ولكن يحدث تعديلات بكل الاحداث الهامه اللي نرى اهميه اضافتها لتلاصق العلامه التجاريه تبقى جزء منه. التعديل لا يحصل في جوهر الشعار، ولكن يحدث فيه بالنسبة للمتغيرات. اللي أنا بقوله ده يقترب من الحقيقة ولا في إيضاح من جانب حضرتك؟
يعني في الحقيقه كابتن عادل يمكن انت قدرت تلخص الموضوع، ان العلامه لها جزء ظاهري، اي علامه في الدنيا لها جزء ظاهري يتعلق بالشكل بتاعها، بشكل الاسم، باي تغيرات، لكن جوهر العلامه اللي هو مرتبط بقيم العلامه ده لن يتم تغيير اي شيء فيه، لانه مرتبط بارث وتاريخ النادي الاهلي، ومرتبط ايضا بالمشاعر العاطفيه من جمهور النادي الاهلي تجاه علامته التجاريه. يمكن انتوا وانتوا بتعرضوا حضراتكم هنا دي العلامه التجاريه القديمه خالص، العلامه التجاريه اللي تم تعديلها ايضا في 2006 على ما اعتقد، وتم تطويرها 2006 اظن، ومحميه باسم النادي الاهلي. نيجي بقى للموضوع اللي تم يعني في الحقيقه في الفتره الاخيره. أيوة. احنا يمكن انشانا شركه الاهلي لكره القدم، وشركه الاهلي لكره القدم هي شركه مملوكه للنادي الاهلي، لكن تظل ملكيه العلامه التجاريه مملوكه للنادي الاهلي وليست مملوكه لشركه الاهلي لكره القدم. وفي الوقت ده في الحقيقه كان عندنا مجموعه من العقود التجاريه، يمكن حضراتكم وجمهور النادي الاهلي العظيم في الحقيقه عارف ويعي جيدا، وهو جمهور في الحقيقه موقفه تجاه التغيير اللي حصل في العلامة التجارية هو بيعكس ثقافة راقية جدا لجمهور النادي الأهلي وفهمه لقيمة هذه العلامة. عشان كده يمكن احنا مهتمين بالشأن ده. لما جينا الموسم ده انتهى 30/8، انتهى 30/8، فكانت الحقوق العقود بتاعت الحقوق التجارية ما زالت سارية، واللي موقعها النادي الأهلي وكان من جوه الحقوق دي ان احنا مرخصين بالشركة اللي كانت شارية الحقوق التجارية في هذا التوقيت حتى تاريخ 30/8 هو الاستخدام الحصري للقب نادي القرن. وبالتالي احنا كان عندنا التزام بهذا اللقب حتى 30/8، فكانت شركة كرة القدم مضطرة ان هي تصمم علامة تجارية ليتم وضعها على التيشيرت استعدادا لموسم 22/23. وبالتالي احنا يمكن لحد دلوقتي يمكن الجمهور برضه متابع ان احنا في مرحله الخطوات النهائيه لانهاء العقود التجاريه الجديده اللي هي بتبدا من موسم 22/23 لحد موسم 25/26. وبالتالي احنا يمكن الكابتن محمود الخطيب مع مجلس الاداره الموقر، احنا النهارده خاطبنا الشركه المورده للملابس الرياضيه، ودي على فكره النهارده احنا بنتعامل كل مره النادي الاهلي بيزداد تطورا. الدوره اللي فاتت اللي هي الاربع سنين الماضيه كنا بنتعامل مع شركه ابرو، وهي شركه من الشركات المورده، لكن النهارده احنا بنتعامل مع الشركه رقم واحد في العالم. وبالتالي نص العقد كان بيقول ايه؟ بيقول ان قبل بدايه الموسم بتسعه اشهر لابد من ارسال العلامه التجاريه اللي بتبقى موجوده على التيشيرت اللي بيتم الترخيص بيها من قبل النادي، وايضا بيبقى التصميمات بتاعه الملابس بتتم قبل بدايه الموسم بتسع شهور. في الحقيقه العقود اللي كانت موجوده وده كلنا حاسينه في المجتمع الرياضي ان في خلل في الموسم الرياضي عندنا ممتد في كل الدوريات في العالم شغاله بقالها 6 اسابيع وثمان اسابيع وعشر اسابيع، احنا لسه ما بداناش الموسم الرياضي، فاحنا في عندنا عدم توافق مع الاجنده ايضا العالميه ومع اجنده التصنيع، لان التسع شهور لازم تبلغ الشركه، ده نصوص قانونيه موجوده. وبالتالي احنا من بدايه من الموسم 2023/2024 بنعود للعلامه التجاريه اللي موجوده الرسميه بتاعه النادي الاهلي مره اخرى. اقف هنا لحظه برضه عشان التلخيص مهم جدا. اذا الاهلي لم يعدل علامته التجاريه، علامته التجاريه باقيه، ولكن هذا ظرف يعني مؤقت هيعاد اعاده الامر تماما في المنتج اللي هو بقى هنختار الوانه وهنختار التصميم الخاص بينا، لان احنا حتى الوقت ما اسعفش حد انه يعمل تصميم خاص بالنادي الاهلي. الكلام ده مظبوط وانكم بداتوا خطوات الاختيار والتفاوض مع الشركه على الموسم القادم او المرحله القادمه من الانتاج يعني؟ بدانا بالفعل عشان نتجاوز ما تم في المرحله الانتقاليه اللي انا يمكن يعني وضحت اسبابها كانت ماشيه ازاي. عندك حقوق تجاريه مستمره لحد 30/8 اللي فات، عندك بعض الحقوق التجاريه المتعلقه بالعلامه التجاريه واللي اهمها لقب نادي القرن كان محل عقد تجاري انتهى في 30/8
بنبدا عقود تجاريه جديده لسه صورتها ايضا بتنتهي. فكل ده احنا يعني في الحقيقه من الموسم القادم ان شاء الله ده بنستعد ليه بشكل مختلف تماما يتناسب ايضا على 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 الشعار السابق بتاعنا اللي هو في كل الرسائل اللي احنا عايزين نوجهها الى اي مجتمع عندما يرى الشعار بتاعنا بنفس الوضع اللي احنا مستمرين عليه يعني. بنفس وضعه وبنفس شكله، لكن ممكن يتم بتطوير اللي هو يتعلق بالعشر نجوم. النجمه طبعا مفهوم. العشر نجوم لان برضو يعني احنا عندنا مشكله ان احنا دائما نفوز بالبطولات، دائما نفوز بالبطولات. يا رب يزود مشاكلنا يا رب. يا رب يزود النجمات كلها يا دكتور. يمكن احنا جمهورنا شايف الاربع نجوم اللي فوق بتوع الدوري، الاربع نجوم اللي فوق بتوع الدوري هم اختصار ل 42. بالظبط هو اتعمل قبل كده في الدوري يعني. نجمة لكل 10 بطولات دوري. عندنا الحمد لله 10 بطولات افريقيا ويمكن كبريات الانديه الاوروبيه اللي احنا يمكن بنتنافس معاهم على لقب الاكثر تتويجا، ما زلنا بنتنافس معاهم زي ريال مدريد وهو نادي الاكثر تتويجا في العالم، وكان برضو عنده 10 اكثر من 11 بطوله هو عامل نجمه وجواها ال 10 بطولات السابقه. فده ايضا تطوير بيتم بطبيعه البطولات اللي انت بتفوز بيها، فبتضطر تغير بتعمل تعديلات في شكل العلامه التجاريه. اذا العوده الى مش العوده، الاستمرار على العلامه التجاريه التقليديه بتاعتنا بكل تفاصيلها ما عدا النجمه، وده منطقي جدا عشان نقدر نستوعب اي نجاحات قادمه باذن الله عشان تضاف بشكل يستوعبه الشعار. وان هناك خطوات في هذا الاتجاه بدات بالفعل. دكتور سعد. ايوه يا كابتن عادل. مظبوط كده خلاص. تمام بدايه من موسم 23 24 خلاص بتشتغل على ماشي. طيب دكتور برضو من ضمن الاجتماعات تنظيم عمليه الرعايه وحقوق الرعايه، هل فيها جديد؟ في الحقيقه في الكابتن محمود في لجنه بتشتغل فيها الاستاذ العامري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي، وفيها السيد المهندس خالد مرتجي ايضا امين الصندوق، وبينضم ليها الاستاذ محمد الغزاوي رئيس لجنه تنميه الموارد، وبحكم وظيفتي في النادي كمدير تنفيذي اشرف ان انا اكون مع اللجنه. في الحقيقه الحمد لله بقالنا فتره بنتفاوض، قطعنا الشوط الاكبر على الاطلاق في الوصول للصيغه النهائيه للعقود ان شاء الله، حاجه تليق بقيمه ومكانه النادي الاهلي، تليق بقيمه العلامه التجاريه للنادي الاهلي وتاريخه العظيم. وعلى فكره النادي الاهلي عنده مؤشرات اداء واضحه، يمكن احنا على مدار تاريخ النادي الاهلي لو جينا كده من فتره يعني الكابتن عدي اعتقد كان ماسك فيها اداره التسويق والاستثمار، كان عندنا العقد من 24 مليون جنيه، عقد الرعايه من 24 مليون جنيه اترفع ل لا ده المهندس عدلي بداها ب 350 جنيه يا دكتور. 350000 350 وبعدين احنا وصلنا، انا بجيب من الفتره الذاكره القريبه 24 مليون، ثم رحنا ل 76، ثم رحنا ل 131، ثم مدينا سنه 146، ثم رحنا ل 231، ثم 510. فاعتقد ان النادي الاهلي ان شاء الله سوف يصل الى عقد يليق بمكانه وجماهيريه النادي الاهلي اللي داخل القاره الافريقيه ان شاء الله، ده واثقين منه والامور الحمد لله مبشره ومطمئنه. وفي على فكره اجتماعات. ولكن هل يا دكتور سعد معلش بالمقاطعه، هل تنصح معي ان الناس ما تنجرفش بقى وراء اي تكهنات لحد ما تعلنوا بشكل حاسم هذا الامر؟ عشان ساعات في ناس بتحب تحط توقعات، تقوم الناس مهما تعمل ايه تقول لك ايه ده اللي عملته. ف يعني هل تتفق معي في توجيه هذه الرساله؟ اعتقد ان احنا متفقين، ولكن خلينا نقول ان الشغف الكبير اللي انا بقول عليه دايما واللي بيعكس درجه كبيره جدا من الولاء من جمهور النادي الاهلي، والنادي الاهلي دايما هو القائد في هذا الاتجاه، الناس بتبقى مهتمه جدا في الانتظار ما يعلنه النادي الاهلي في هذا الشان. لكن احنا في النادي الاهلي ما تعودناش في الحقيقه، ويمكن انا عشت فتره كبيره مع يعني في النادي الاهلي في قطاع التسويق سواء كان مع الكابتن حسن حمدي في الفترات الكبيره، ومع الان مع الكابتن محمود الخطيب، الاثنين علموني حاجه واحده بس، ان احنا ما بنقولش
هنعمل. احنا لما نعمل نعلن اللي احنا عملناه. فاحنا ان شاء الله نعلن حاجه مشرفه، حاجه تليق زي ما قلت بكرر تليق باسم النادي الاهلي وتليق بقيمه ومكانه النادي الاهلي الكبيره والقيمه التسويقيه اللي احنا مش محتاجين الاخرين كلهم بيشهدوا بهذه القيمه وبهذه المكانه وبيعتزوا بيها وبيفتخروا بيها وبياخدوا الاهلي دايما جايد لاين لهذا السوق وهذا القطاع ان شاء الله. الحقيقه عظمه جمهور الاهلي زي ما بدات يا دكتور سعد انه مشغول ومهموم ومهتم بالعلامه التجاريه والدلالات اللي فيها، ومشغول ومهتم بمتابعه حقوق الرعايه والموارد اللي جايه منها. في كل الاحوال هو معني قوي ازاي النادي الاهلي تعظم موارده، برغم ان هو مشجع يعني مجرد جمهور، بس هو ده فعلا دليل الانتماء اللي حضرتك بتشير اليه. لان جمهور الاهلي جزء كبير قوي في ثقافته من وعيه الكبير دايما، اللي احنا حتى لما بتجيلي رسائل على فكره من الجمهور النادي الاهلي انا بستفاد منها، وبتفتح لي على فكره حاجات حتى يمكن الواحد ما يبقاش واخد باله منها. جمهور الاهلي فاهم كويس قوي انك عشان تبقى عندك بطولات على الارض لازم يكون عندك تدفقات ماليه كبيره جدا. بالظبط. وفاهم يعني ايه، فاهم صناعه كره القدم بشكل كويس وصناعه الرياضه بشكل كويس، عشان تشتري لعيبه كويسه تجيب مدير فني كويس زي ما الحمد لله ربنا وفقنا عندنا اسم النهارده الحمد لله، نتمنى له التوفيق الفتره القادمه مستر كولر ان شاء الله. عندنا عارف ان لازم يكون عندك موارد ماليه ضخمه، طب الموارد الماليه هو فاهمها كويس قوي ان بتيجي اكبر جزء منها من الرعايه، ثم الجانب الاكبر ايضا من حقوق البث، ثم الجانب الثالث ايضا من الشركات المورده للملابس الرياضيه. ويمكن احنا قلنا عندنا عقد الحمد لله الحمد لله هو الاعلى في المنطقه بتاعتنا على فكره، الشركه العالميه رقم واحد، هو في شركتين مستحوذين تقريبا على اكثر من 76% من السوق، احنا معانا واحده منهم من السوق العالمي كله في كل الرياضات سواء كانت كره القدم العاب القوه سوق الاحذيه الرياضيه دي. فانت النهارده معاك ده بيخش لك، ده نتيجه لقوه جمهورك وفهمه ووعيه لمكانه النادي الاهلي. النهارده حضرتك يمكن احنا عندنا عقود ثانيه كنا بنقولها في الفتره الماضيه دي بتمثل القيمه ايضا التجاريه للنادي الاهلي وبتمثل تيارات كبيره من العوائل. عندنا عقد تسميه الاستاد ده ان شاء الله، احنا عندنا عقد حالي موجود احنا بايعينه لمده 9 سنين وبرقم مالي مهم جدا في السوق المصري اللي هو الاهلي ويه بالسلام، احنا بايعين الحقوق دي الحمد لله. عندنا عقد ثاني اللي هو خاص ايضا ب الحقوق بتاع الحقوق الرقميه شغالين عليه، وشركه الكوره ان شاء الله بتبدا تشتغل عليه. فعندنا مجموعه من الحقوق اللي تعظم موارد النادي الاهلي. على فكره النادي الاهلي طبعا موارده جايه كتير قوي، لكن خلي بالكم طبعا وده رساله موجهه لجمهورنا العظيم وايضا اعضائنا اللي احنا بنفتخر بيهم، ان النادي الاهلي كمان حجم الانفاق عنده ضخم جدا جدا. انت حضرتك الفرع بتاع التجمع اللي حضرتك تفضلت مشكورا ده احنا تقريبا مستثمرين فيه تفريق فلوس فيه تتجاوز 1.6 مليار جنيه. احنا تقريبا فاضل علينا قسط واحد من الخمسين فدان، عندنا فاضل علينا يا جماعه قسط واحد من الخمسين فدان. ده على فكره قيمه الارض فقط تتجاوز 600 مليون جنيه، قيمه ارض فرع التجمع تتجاوز 600 مليون جنيه. الحمد لله النادي الاهلي ومجلس اداره. طب ده معناه يا دكتور ان ارض التجمع ملك للنادي الاهلي وليست تخصيصا ولا ايجارا. ارض التجمع ملك للنادي الاهلي، ارض الشيخ زايد ملك للنادي الاهلي، ارض مدينه نصر ملك للنادي الاهلي. وده يدعونا للفخر بان اصول النادي الاهلي مملوكه لاعضاء النادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي. ده شيء الحمد لله احنا فخورين بيه جدا، فخورين بيه جدا انك انت مش بتعمل اي مؤسسه النهارده بتدعو لحاجه اساسيه في العالم كله، الاستدامه. والنادي الاهلي يضمن حق استقرار الاجيال القادمه، لان احنا عندنا نموذج فريد في مصر ونموذج العضويه، ان العضويه تمتد لسلسله من الاجيال ليست محدوده. يعني كابتن عدلي محمد عدلي عندنا عضو في النادي الاهلي، ومنا عندنا عضو في النادي الاهلي، واستاذ ابراهيم المنيسي منا ابراهيم المنيسي برضه عندنا عضو في النادي، وانا ابني وابني سوف يكون عضو في النادي الاهلي. فحضرتك النهارده مجلس الاداره والنادي الاهلي في الحقيقه بيضمنوا
مش بس العمل لصالح الاعضاء الحاليين، ولكن بيضمنوا العمل لصالح اعضاء لم يتواجدوا حتى هذه اللحظه سوف يكون لهم استدامه في عضويه النادي الاهلي. ده على فكره شيء يدعو للفخر ويدعو للاعتزاز، مش بس داخل جدران النادي الاهلي، للرياضه المصريه اللي في نموذج فريق زي النادي الاهلي بيعمل هذه الطفره الانشائيه والطفره في تطوير في عدد الفروع. وبعدين معلش برضه كلمه فرع دي ساعات بتصغر من حجم الانجاز. انت بتتكلم على فرع مساحته 50 فدان. صحيح. بتتكلم على فرع زايد مساحته 129 فدان. بتتكلم على فرع مدينه نصر مساحته 56 فدان. النهارده في فروع بتبقى موجوده على 2 فدان او على 2 فدان ونص وبيتقال عليها نادي، لا انت بتتكلم على فرع. يعني الاهلي يمتلك 249 فدان. 200 انا عايز اتوقف عند هذه الملكيه يا دكتور من زاويه ثانيه. زاويه ان راس مال النادي الاهلي وقيمته في الاصول الثابته فقط، شوف كم مليار بقى لما انت تحب تقيم النادي الاهلي. لما تيجي تتكلم وشركاته والناس تخش معاك في شراكه. ففي الحقيقه لما بنقول النادي الاهلي مؤسسه وطنيه عريقه، لا احنا مش بنقول كلام عاطفي، احنا بنقول كلام مبني ايضا على تاريخ ممتد عبر تاريخ رياضي مشرف يدعو للفخر، وايضا تاريخ مالي وقدره ماليه تدعو للفخر. مش بنقول بس كده، الناس احنا يمكن الفتره اللي فاتت يمكن انا كنت شويه يعني مش متواجد مع ما شرفتش بالتواجد مع حضراتكم خلال الفتره الماضيه يمكن اكثر من شهرين، نظرنا مجموعه من القيادات الرياضيه العربيه والافريقيه منهم رئيس الاتحاد الافريقي لكره اليد كان في زياره كريمه للكابتن محمود الخطيب الحقيقه، وعندما تواجد في النادي الاهلي احنا كان طالب مننا مع رمزنا الكبير استاذ الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد ان يستضيف النادي الاهلي زياره للمدربين الافارقه في كره اليد كانت تعقد على هامش فعاليات بطوله افريقيا لكره اليد اللي استضافتها الدوله المصريه العريقه. في الحقيقه لما جم دخلوا فرع الشيخ زايد كان في حاله من الانبهار والاندهاش بمستوى وفخامه البنيه التحتيه الرياضيه اللي موجوده في هذا الفرع. في هذا الفرع عندنا ايضا كان في زياره كريمه ايضا من رئيس الاتحاد الكره القدم الكويتي والوفد المرافق له، في ايضا زياره كريمه للكابتن محمود الخطيب وللنادي الاهلي. في الحقيقه ايضا لما دخلناهم الصالات الرياضيه والملاعب الرياضيه، احنا كان عندنا الفتره الشهرين اللي فاتوا مجموعه من رؤساء الانديه سواء من المملكه الاردنيه الهاشميه سواء كان من دوله البحرين رؤساء مجالس ادارات انديه. في الحقيقه كلهم لما بييجوا يشوفوا في الحقيقه بتحصل حاله من الاندهاش والانبهار بهذه الاصول الضخمه، ازاي نادي قدر يبني هذه الاصول الضخمه من ميزانيته الخاصه، من ميزانيه النادي الاهلي الخاصه دون اي اشكال من الدعم من الدوله المصريه، لاننا نعرف تماما اهتماماتها والتحديات التي تواجه الدوله، فده دورنا احنا تجاه اولا تجاه المجتمع. ودون اقتراض من البنوك يا دكتور. احنا في الحقيقه خلينا نقول موضوع الاقتراض من البنوك، احنا بناخد يعني البعض بيفهم ان احنا ناخد تسهيلات ائتمانيه بشكل ما عشان نعمل عمليه تسريع للانشاءات، تسريع للانشاءات، لكن دي مش هي تسهيلات ائتمانيه، لكن انت هل عندك القدره على السداد؟ نمتلك القدره على السداد، لاني على سبيل المثال انا هدي لك بند واحد من القدره على السداد. احنا عندنا اللي احنا اخذناه عشان نسرع عمليه الانشاءات في التجمع دي، احنا عندنا 112 مليون جنيه اللي هو رسم الاشتراك السنوي، فده لما بيشوفوا حد معاك في المبلغ ده يقول لك انا عندي استعداد خش مع النادي الاهلي في اي شيء، لكن هي كلها اداره ملف مالي باحترافيه شديده جدا بيوصل الكلام المشهد اللي احنا شايفينه، اصول ضخمه للنادي الاهلي. ان شاء الله ربنا يعني يكرم مجلسنا الموقر برئاسه كابتن محمود ان شاء الله ان هو يستمر في تقديم الطفره الانشائيه في الحقيقه لاعضائنا، لان اعضائنا احنا يعني عندنا ايمان شديد بان هم يستحقوا كل شيء على اعلى مستويات الجوده، لانهم فعلا 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 هم مصدر فخرنا وهم مصدر حمايه النادي الاهلي مع جمهوره، هم دول اللي بيمثلوا جمهوره واعضائه هم حمايه.
دكتور سعد، يعني اهتمام المجلس بالانجاز انجاز المشروع الجديد في التجمع، ما اعتقدش ان هو معطل حركه التطوير اللي في الشيخ زايد كمان، لان انا ما اقدرش اعمل الشيخ زايد والمهندس عادل موجود. في الحقيقه طبعا انا عارف المهندس عادل بيروح الصبح يقف في زايد وبدا يعمل اجتماعات الشركه في زايد بالظبط. يعني اعضائنا الموفرين في الشيخ زايد في الحقيقه احنا عندنا النهارده اكثر من مشروع الحمد لله موجود في زايد، الملعبين الرئيسيين لكره القدم، زي ما بنقول التجمع اصبح على بعد خطوات بسيطه ان احنا نستكشف ان شاء الله ونخدم خدمه اعضاء النادي الاهلي. كمان بنقول لزايد على سبيل المثال احنا عندنا الملعبين بتوع كره القدم ان شاء الله اصبحوا هم كمان على بعد خطوات بسيطه للافتتاح والدخول في خدمه الاعضاء. مجلس الاداره الماضي اللي هو كان يوم 27/9 كمان اخذ قرار، مش بس انا كمان هكمل المشروعات الجديده الانشائيه الجديده، اخذ قرار بالصيانه بتوع ملاعب اكاديميه كره القدم، بمجرد ما نشغل الملاعبين الجداد ان شاء الله هنرجع نعمل صيانه لملاعبين كره القدم اللي تم افتتاحهم من 2016. النهارده مر عليهم 6 سنوات انا قبل لهم الصيانه، مجلس الاداره الموقر الحمد لله وافق على القرار دوت. الجيم على وشك الافتتاح، الجيم بتاع زايد ناقص له حاجه واحده بس، هو وصول الاجهزه اللي احنا مستوردينها ايضا من الخارج، اللي احنا مكلفين بيها احد الجهات الوطنيه السياديه ان شاء الله هي اللي مسؤوله عن عمليه تجهيزات الجيم في زايد، سوف يتم افتتاحه بمجرد وصول الاجهزه، ده جيم جديد ايضا في زايد. النهارده اسندنا لمكتب ده بالاضافه للجيم اللي قائم بالفعل، يعني بالاضافه للجيم في جيم موجود الحمد لله. الفتره الماضيه يمكن احنا كان عندنا سلسله من عمليات الصيانه لكل البنيه التحتيه، احنا في شهر 5 اللي فات كنا عملنا صيانه بالكامل لمجمع حمامات السباحه، عملنا صيانه لملاعب التنس، النهارده عندنا الرسومات الهندسيه والتصميمات بدانا خلاص في الحمام السباحه موجود الحمد لله، ايضا التطورات اللي بتتم في البنيه اللي موجوده الخاصه في المبنى الاجتماعي بتاع الشيخ زايد، وده مهم قوي، ده المبنى الرئيسي الجديد ده يمكن حتى الاعضاء هيبداوا يلاحظوا في الكلام دوت. عندنا حاجات كمان يمكن وافقنا المجلس اللي فات، المجلس الموقر وافق الجلسه اللي فاتت، دي حاجات تطوير، انا بقول على حاجات هنا بقى مشروعات كبيره ضخمه، وباخد برضه حاجات كده يمكن مش واضحه لاعضائنا الموقرين. احنا كمان واخدين قرار المجلس اللي فات ان احنا نزود الصالات الجديده، مجمع الصالات الجديده بشبكات الانترنت بالكامل، بشبكات الفايبر جلاس كلها الحمد لله وافقنا عليها واسندناها خلاص لاحد الشركات الوطنيه للاتصالات. دي حاجات يمكن برضو ارقام ماليه كبيره لكنها لا دي مهمه جدا، لان الاسر بيقعدوا ويستنوا اولاده بيتمرنوا وبيحتاجوا هذه الخدمات يعني. فاحنا ده برضو شغالين دي الحاجات ماشيه بالتوازي مع المشروعات الكبيره الضخمه اللي موجوده ايضا في الشيخ زايد، اعتقد ان ده ماشي. ايضا على جانب فرع مدينه نصر احنا شغالين فيه بشكل كويس، مدرج كره القدم الحمد لله بدا يحصل فيه طفره كبيره، عمليه التطوير في المبنى الخاص بقطاع الناشئين، ويمكن حضراتكم يمكن تابعتوا لاول مره الفريق الاول يروح يتدرب في ملاعب مدينه نصر، وده بيعكس مستوى جوده ايضا البنيه التحتيه الرياضيه لفرق كره القدم وقطاع الناشئين نتيجه للتطوير اللي حصل في الفترات السابقه. عندنا سيستم في النادي الاهلي يمكن ده على مستوى البنيه التحتيه، كمان يمكن كابتن محمود كان حريص الاسبوع اللي فات ده تحديدا انه يجتمع بكل لجان النادي، واذا سمحتوا لي يا كابتن عدلي معلش يعني دي فرصه ان انا يعني اطل من خلال هذا البرنامج اللي بيحمل مكانه كبيره عند كل جماهيرنا وكل اعضائنا. الكابتن محمود اجتمع بكل اللجان اللي كانت موجوده، لجنه الشؤون العضويه، لجنه الموارد البشريه، لجنه الموارد الفنيه، الموارد الذاتيه، الحقيقه يمكن دول 3 لجان اساسيه موجوده عندنا في النادي، وكان بيشوف مستوى معدلات الانجاز. يمكن كان لجنه بالمناسبه احنا رفعنا الحد الادنى للاجور لكل العاملين في النادي الاهلي، احنا التزمنا بالقرار الصادر عن الدوله المصريه المؤخره في رفع الحد الادنى للاجور، وكانت عندنا نسب زياده في كل الدرجات الوظيفيه، ده يمكن شكل احنا اول مره نقوله مع حضراتكم، زياده في الرواتب في ظل الحاجات دي عشان نخلي الجهات
الجهاز الاداري اللي عند النادي الاهلي، عملنا الحمد لله بدانا التشغيل الفعلي للاي ار بي سيستم، وده بيبين مراكز التكلفه لكل واحد في النادي الاهلي حتى بما فيهم اللاعب. ده الحمد لله كابتن محمود كان حريص بيستعرضه. بالمناسبه النادي الاهلي الحمد لله هو النادي الوحيد على مستوى جمهوريه مصر العربيه اللي عمل ارشفه الكترونيه كامله لكل ملفات الاعضاء منذ انشاء النادي حتى اليوم. 204,000 اسره، 204,000 اسره، 204,000 خطوه مهمه جدا وارشفتهم الكترونيا في الحقيقه. وكابتن محمود كان حريص انه يشوف ده، وعلى فكره وجه الشكر كبير هو مجلس ادارتنا الموقر بالجهاز الوظيفي في النادي. انا بدي بس حاجات كده في كل مناحي العمل. انا هدي لحضراتكم رقم، احنا عندنا السنه دي النادي الاهلي مش بس في النشاط الرياضي، عندنا الطفره بتحصل والبنيه التحتيه في كل الانشطه والخدمات اللي بنقدمها لاعضائنا الحمد لله عندنا فيها طفره كبيره ايضا، زايدين 60% في عدد الرحلات المقدمه للاعضاء الحمد لله. يعني انا بدي بارقام مش بتكلم. عندنا النهارده الجزيره، الجزيره المقر الرئيسي هل واخد حظه على الرغم من صغر المساحه، ان شاء الله من بكره هيبدا تركيب الملاعب البادل الجديده في الجزيره. الجزيره ايضا بنعمل صيانه دوريه لثمان ملاعب تنس ان شاء الله في منتصف شهر 10 هيكونوا داخلين الخدمه للاعضاء عندنا. لا النادي الاهلي نموذج مختلف، مش عشان احنا بننتمي بيه، اي حد بيخش النادي الاهلي ويبص على اللي فيه بيفتخر بيه، وبيفتخر ان فيه مؤسسه وطنيه كبيره بحجم النادي الاهلي موجوده في الدوله المصريه اللي هي المظله الاكبر لينا كلنا واللي احنا بنفتخر بالانتماء ليها. دكتور سعد ما تخافش على الاهلي، طول ما في ناس عندها هذا الشغف وهذا الحرص على التطور والتطوير، وطول ما عندها الإحساس الدائم بالمسؤولية تجاه أعضاء وجماهير النادي الأهلي، ربنا يبارك لكل من يبذل جهدا مخلصا في هذا النادي ويوفقنا جميعا بإذن الله. شكرا جزيلا كابتن عادل، شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم، شكرا جزيلا للدكتور سعد الشلبي المدير التنفيذي للنادي. وزي ما بدأ بالتأكيد على اهتمام جمهور النادي الأهلي الكبير جدا بالعلامة التجارية ودلالاتها، ايضا في النهايه اهتمامها بكل ما يتعلق بالنادي وتعظيم موارده للاطمئنان عليه. اعتقد يا استاذ ابراهيم مداخله شديده الاهميه تستحق ان تستغرق كل هذه الفقره بين فاصل واخر. فاصل. نطلع لفاصل. ما تخافش على الاهلي. وما تخافش على الاهلي، طول ما الاهلي عنده مسؤولين بهذا الحرص الشديد من الاداء والانجاز والمسؤوليه، وكمان عنده جمهور بهذا الشغف وهذا الحب وهذا الانتماء للنادي الأهلي العظيم. لكن يبقى هناك كلام كثير في الغربال، الفريضة الغائبة في الرياضة المصرية. احترام القانون فرض، فرض عين كمان مش فرض كفاية، وتنفيذه فرض. في الرياضة المصرية الحقيقة ناس كتيرة تتكلم على أمور بره نطاق القانون، رغم وجود القانون ووجود اللوائح المكملة والمنفذة والشارحة للقانون، لكن للأسف كل الخلل اللي موجود نتيجة هذه الفريضة الغائبة يا باشمهندس. كله يتكلم على القانون ومحدش بيحترمه. ويكلموك إيه؟ عايزين نغير القوانين يا أخي. طبق الموجود. طبق الموجود. انت ما تكتشف كل اللي بيطالبوا بيه موجود في اللوائح والقانون. موجود طبعا. انما طول ما طريقه الدفاتر دفاترنا. ايوه. وماشيين بالطريقه دي ومين هيحاسبني؟ هي دي. هو اللي بيحاسبني داخل معايا في الجيب. يعني اما تلاقي اللجنه الاولمبيه بتبعت جواب اذا كان هذا حقيقي يقول لهم مشوا مدرب ما شافوهوش في محك يستدعي. حاجة غريبة جدا، يعني أنا أول مرة أشوفها الحقيقة. لما سمعت الكلام ده منك في المكالمة اللي عملتها قبل ما نخش البرنامج استغربت جدا، وعايزين نستوثق منها برضو من اللجنة الأولمبية إيه ملابسات عشان نفهمها، يعني عشان برضو ما نكونش ظالمين، الله أعلم. طيب الأستاذ حسن المستكاوي ومعاه الدكتور طه إسماعيل كانوا في حلقة على أون تايم سبورتس، كانوا مهتمين جدا والناس بتتكلمهم على الاجواء والدنيا والمصالحات والحكايه، اتكلموا الحياه بوضوح شديد على
هذه الفريضة الغائبة؟ القانون وليه ما بيتطبقش؟ نشوف رأي الشيخ طه اسماعيل. قد ايه قوانين ما تنفذ البلد؟ سوري في التعبير يعني في الرياضة وفي بعض الأحكام. قوانين موجودة لكن لا تنفذ. ولو فيها أحكام لا تنفذ. طب وبعدين؟ لابد من تنفيذ القانون. يعني ما إنجلترا كان فيه شغب دايما في الملاعب. وعملوا كاميرات وبتاع بقى بيجيبوا لأي واحد بيعمل حاجة بيروحوا جايبينه وينفذوا عليه. صحيح. قفل خلاص ما عادش فيه التفعيل مطلوب الكلمة. التفعيل. إنما النهارده لما ما فيش أي قوانين بتطبق. يعني طب إزاي ولو هناك قوانين وأحكام لا تطبق؟ طب وبعدين؟ يبقى كل الكلام أنت بتتكلم كلام في النهاية. لأن العدل مطلوب والعدل هو أساسه تنفيذ القوانين اللي بتؤدي إلى الحكمة وأن الأمور تمشي بشكل جيد وأن كل واحد ياخد حقه والمخطئ ياخد جزاؤه والمثيب ياخد مكافئته. كل دي مش موجودة. فطب بعدين القانون يا سادة ليست وجهة نظر، ليس وجهة نظر. القانون أحكامه بتحكم أمور محددة جدا، واحنا اللي بنحولها من امور محدده الى وجهه نظر. يا استاذ ابراهيم الحقيقه كلام الدكتور طه واضح جدا وكلام عن حكمه، يعني عن حد معاصر الحركه الرياضيه بكل تفاصيلها ومشاكلها في الخمسين ستين سنه اللي فاتوا. ولذلك بيتكلم على انه القوانين موجوده، لو عايز تصلح حال الرياضه القوانين موجوده، اي خلل بيحصل في قانون بيواجهه، في لوائح بتنظمه. بس هو كمان مندهش زي حالاتنا بالظبط. هو ليه ما بيتطبقش؟ ليه القانون ما بيتطبقش؟ ولما نسأل احنا ليه متخلفين رياضيا، يجي الرد من الاستاذ حسن المستكاوي لو عايزين بس نتقدم. بس انا عايز اتوقف عند كلمه متخلفين. هو طبعا متخلفين بالنسبه لمكانتنا وقدرنا طبعا. هيجي واحد يقول لك ما احنا بنكسب هنا طفرات. احنا مكانه مصر يا جماعه ما ينفعش كاس العالم هيتلعب وهي مش موجوده الا بالصدفه كل 10 ل 15 سنه. احنا مكانه مصر ان احنا نبقى عندنا ابطال اولمبيين وعالميين في كل اللعبات ومستمرين. لو عايزين نتقدم نهضه الامم عموما الاستاذ حسن المستكاوي اشترطها في اللي قاله. تاريخ الانسانيه كله يعني كل الحضارات كل الناس اتقدمت نهضه الامم كلها بدأت من الأخلاق والقانون. قانون صارم جدا. أوروبا في القرن ال 18 كانت كلها بتحارب بعض وكلها بتكره بعض. السيستم في الشبر في أوروبا ما كانش بيخانق بعضه. لكن لما ابتدت الناس تتفكر وتبتدي تتطور وتبتدي النهضة بدأت بالتفكير وبالقوانين. هو ده من غير لما تبقى في بص في التاريخ كله لا يوجد أي إصلاح في التاريخ، مش في الدوري المصري بس. أيوة أيوة. في التاريخ صحيح بتكلم هو في التاريخ الا بالقانون. احيانا القانون بيبقى صارم جدا. مساله بسيطه جدا نبسطها بقى عشان ما نحيرش الناس. انا بشوف ان اللوائح لجنه المسابقات لازم تتغير. ماشي. مبدئيا لازم اللعيبه والاداريين وكله يتحاسب. انا بشوف كمان ان حكايه الطبطبه دي ما تنفعش. لما تبقى الفوضى زايدة لا يمكن يبقى فيه حل بالطبطبة. صحيح. ولا بالنصح ولا بالندوات ولا تعالى نعمل حل. لا لازم إجراءات. الإجراءات دي هي الحل الوحيد، وإجراءات صارمة وحاسمة فيها العدل والمساواة. هو ده على كل الأندية وعلى كل اللعيبة وعلى كل الإداريين وكل المدربين. القانون وتطبيق القانون صانع الحركات وحركات التطوير عبر التاريخ في كل المجالات. الإصلاح لا يأتي بالطبطبة ولا بالتنظير ولكن بالإجراءات. كلام يعني ما فيش أوضح من كده وأدق من كده وأسهل من كده، ولكن السهل لا يطبق. والحقيقة الأستاذ حسن كمان بيتكلم على أنه طب ما أنت عندك لوائح لما بتفرضها الامر هيستقيم. بالمناسبه الدوري التونسي اتاجل افتتاحه ليه؟ رئيس النادي الافريقي موقوف من حضور المباريات. بيلعب مباراه في نهايه الموسم اللي فات مع احد الانديه اللي هبطت. النادي ده خسر من الافريقي. فرفع دعوه بيقول فيها انه رئيس الافريقي حضر وما كان يجب ان يحضر قانونا. الاتحاد التونسي ما ادالوش حقه، راح للمحكمه خد حكم.
ورجع الدوري بالثلاث نقط. يا عيني يا عيني على القانون وجماله، لمجرد انه رئيس نادي موقوف حضر مباراه مش من حقه، رجع بحكم القانون وتم انفاذ القانون ورجع. الله يزعل يا استاذ ابراهيم. رجع هذا الفريق للدوري الممتاز وحطهم في حيز بيصلوا لغايه دلوقتي. الاتحاد التونسي مش عارف يبدا الدوري امتى، لان هم الدوري بتاعهم من مجموعتين، ففي مجموعه هتبقى زوج ومجموعه فردي، بس هيطبق. نرجع تاني، هل القانون وجهه نظر؟ لماذا لا يطبق كل شيء عشان يتظبط كل شيء؟ مساله كانت سهله جدا، اللي بيتجاوز بس لما يلاقي حد يصحح له، لكن أيوة. لما ما يلاقيش حد يصحح له ما يتجاوز على مزاجه. كمان من يمكن استوقفنا في الجمهوريه الاستاذ جمال هليل، في حاجه غلط هو قايل كده، وبيتكلم على الموسم الكروي، وبيتكلم على انه ملايين المصريين بينتظروا الموسم الكروي وبيتوقعوا انه يكون ساخن، وبيقول يعني ضربه البدايه للموسم الجديد تم وضع اجندته ومواعيد مباريات الدوري، لكن من يضمن انتظام المسابقه حسب مواعيدها المحدده؟ وبيقول ان في كل الدوريات الاربعه المحترمه مواعيد الدوري لا مساس بها مهما كانت الظروف الا للطوارئ، لكن في المقابل عندنا كل شيء جائز وممكن، واي تعديل يمكن تنفيذه حسب اوامر الكبراء الكبار والمسيطرين. بيتكلم على الانديه المسيطره. الا متى سيظل الدوري المصري في مهب الريح؟ مواعيده تتغير وتتبدل حسب الاهواء. الى متى ستبقى الكره المصريه مطاطيه القرارات؟ الله على التعبير ده. مطاطيه القرارات عشان تتحول الى وجهه نظر. وتقريبا في الجمهوريه ده نفس الوتر اللي عزف عليه الدكتور طارق الادور، من ينقذ الموسم القادم؟ الموسم القادم ان شاء الله تعالى هيبدا يوم 16 اكتوبر، يوم الحد اللي جاي 10 اكتوبر لجنه او اداره المسابقات في الرابطه هتعمل حفل اجراء القرعه في احد الفنادق الكبرى، وهتعقد مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الموسم ولائحه القيد وشروط المسابقه وكل تفاصيلها. نتمنى فعلا انه كل الاجراءات الانضباطيه اللي هيتم الاعلان عنها يا باشمهندس تنفذ في الموسم الجديد. نتمنى التنفيذ الشفاف والحساب الشفاف والقرارات الشفافه مع كل المواقف بنقولها من دلوقتي، احنا مش عارفين ايه المواقف دي. أيوة. ومين هيكون اطرافها. أيوة. ايا كان. أيوة. اما الكيل بمكيالين وروح البروتوكول والاحتواء والكلام المطاطي الفارغ ده، هذا لا يوجد في الرياضه، وعيب انه يتقال ويتردد ونكون احنا اللي بنردده. ده ما زال مصر عليه صاحبه، بيقول لك كنا هنحاكم النادي الاهلي او هنرفع قضيه. يا سيدي الاول من فضلك خليك انت القدوه اللي تظبط الاداء، قول مش هنسمح بخروج عن تنفيذ اللوائح والاحكام وشفافيه الصفاره والفار. ده اللي عايزين نسمعه منك، مش انك تهاجم اللي بينتقد وتقول وتبرر وتقول احتواء وبروتوكول، كلام غير مقبول. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نشوف بقى مين هيتمسك من عظمة لسان. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا الترتيبات للموسم اللي جاي، وشفنا اهميه ان فعلا القانون يتفرض على الكل في الساحه الرياضيه لو اردنا اصلاح هذا الاعوجاج الموجود. لكن مع هذا يبقى هناك الكثير بعظمة لسانه. الدوري الجديد واللبانة القديمة، والحقيقة اللبانة قديمة ومسخة قوي ومحرضة، واستخدامها الدائم هدفه الوحيد ضرب الفتيل باستمرار في علاقة الأهلي بالإسماعيلي، وترجع أجيال بعد أجيال ترددها ليه الأهلي ما بيروحش يلعب في الإسماعيلي، لدرجة أنه يطلع مسؤول في النادي الإسماعيلي يطالب الرابطة. ولا نسمعه أحسن؟ اسمعوا مع الزميل محمد شغال. تصريح للاستاذ خالد زين نائب رئيس النادي الاسماعيلي. الراجل قال ايه؟ الزمالك ياتي الى الاسماعيليه ولم يحدث اي مشكله. ما المشكله التي حدثت حتى لا ياتي الاهلي الى الاسماعيليه؟ انا عايز اقول للاستاذ خالد زين لمن توجه هذا السؤال؟ هل عايز تقول لاتحاد الكوره؟ ولا بتوجهه لرابطه الانديه؟ ولا بتوجهه للنادي الاهلي؟ ولا بتوجهه للامن اللي هو ماسك وعارف كل التفاصيل اللي مش لازم تعلن يعني؟
يعني ايه 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 اللبانه اللي ملهاش معنى دي؟ الاهلي بيروح عشان الاسماعيليه، ده الاهلي عايز، طب ودي الاهلي الاسماعيليه، يعني الاهلي موافق. انا والله العظيم انا باناشد مجلس اداره النادي الاهلي ان يرسل رسميا لرابطه الانديه المصريه جواب يقول له لا امانع في ان اواجه الاسماعيلي في الاسماعيليه ويجي يلعبني في القاهره. طب ما الاهلي بيلعب الماتشين بره خلاص، ده البنا بقت بايخه يعني. يعني الاهلي يملك اتخاذ قرار انه لا يلعب في الاسماعيليه؟ سؤال عايز الاستاذ خالد زين يجاوب عليه. يا جماعه ما يكون الموضوع داخل في حاجات خاصه بحمايه معينه للبشر كلنا نسكت لغايه ما الامور تتعدل والامن يحس ان الامور تمام. اكتر ناس هتبقى حريصه ان الاهلي يروح الاسماعيليه هم الامن بعد كده، بس تبقى الامور تمام، الوسط يهدى. فارجو ان اللبانه دي بقى نشيلها بقى، يعني بقى الكلام ملوش معنى. احنا مش بندافع على الاهلي، انا بقول لك يا فندم الحقيقه، الحقيقه الاهلي ملوش ذنب، ملوش دعوه. يعني هو وصل الامر بالكابتن محمد شباب يقول لك موضوع باخ ويا ريت الاهلي يطلب. الاهلي لا يملك ان يطلب ولا يملك ان يرفض. يعني لما لو اتخذ قرار يقدر الاهلي يقول مش رايح العب في اسماعيليه؟ لا طبعا. مال الاهلي ومال هذا القرار؟ والاسماعيلي ما بيجيش يلعب في القاهره على فكره. نمره ثلاثه، هذا الترديد هذا الكلام استاذ ابراهيم مع امور كاذبه منذ النشاه ادت الى هذه الفجوه وهذا التوتر بين الاسماعيلي والاهلي، بدات عندما الاهلي يرفض استضافه الاسماعيلي اللي كل نجوم الاسماعيلي الكبار انكروها مره واثنين وثلاثه بالتصريح والتوضيح والدليل الثابت، واللي يقول لك كنت بروح اتعالج في جيم الاهلي واتمرن في جيم، واللي يقول لك عملوا لي ماتش اعتزالي في النادي الاهلي، واللي يقول لك بتفرغ لعيبه الاسماعيلي، والتاريخ بيقول لك الاهلي بترحاب رجع رضا ورجع حمزه الجمل وتغاضى عن مشكله احمد حسن وكثير. المساله مساله هناك من يخترق هذه العلاقه ويزكيها وينميها، واخر تعالوا جنب اخواتكم الاهلي بيفرغ الاسماعيلي، الاهلي ما صادفش الاسماعيلي، الاهلي ما بيلعبش اسماعيليه ليه؟ والله يسال مين يسال عن هذا السؤال؟ ابعدوا عن يا جماعه الاهلي يلعب في اي مكان على فكره. يا ريت الاهلي يلعب في الاسماعيلي. ليه بقى؟ لان كل واحد هيبقى مسؤول عن الحفاظ عن امن الضيف، ولو حصل اي شيء الاهلي مش قلقان، لان لو حصل غير الحفاظ على امن الضيف ما هو ممكن يبقى فيه قرارات لصالحه، مش قلقانين. لكن هتقلق لان جهات اخرى شايفه ان هناك من يزكي، بدليل الاشتباك اللي حصل في ماتش تحصيل حاصل في ارض محايده السنه اللي فاتت بين الجماهير. مش اشتباك، ده تعدي من جمهور على جمهور او على اتوبيس. ما كان يحدث هذا لولا تكرار هذا النوع من الاسئله وازكاء روح التوتر. يا جماعه بجد حاجه باخت يعني، وكذبه ممجوجه، ويعني سؤال مش مقصود منه غير طرف تاني يستفيد يقول لك بيلعب عندي. طب ما انتوا بتاخدوا بعض بالحضن، ما عندناش مشكله هنا وهناك، ويا ريت كل العلاقات تبقى كده. هو ده النموذج اللي عايزينه يمشي. لكن لم يسئ الاهلي يوما في اي موقف لا في علاقته بالاسماعيلي، بالعكس احنا ذكرنا ماتش الكاس وازاي النادي الاهلي انقذ الماتش من الاسماعيلي، كان هينسحب، كان ممكن الاهلي يقول لك انا ما كان في ضغوط انه ما يجيش يلعب الماتش الكاس، وخسر الاهلي بهذا القرار النبيل اللي خده. لا نلعب اذا كان دي بالنهار تريح الاسماعيلي، تريح الاسماعيلي. هو القرار ده اتخذ ليه؟ ما عشان تريح الاسماعيلي وجمهوره. النادي اللي يعمل هذا الموقف يخاف يروح الاسماعيلي ازاي يعني؟ طيب هو يعني من الممكن جدا والوارد ان انتوا تلاقوا بعض اللعيبه القدامى جهله بالنظام فبيرددوا كلام ما يعرفوهوش، مقبوله ومفهومه، والطبيعي ان الجمهور ما يبقاش على بينه باصل الامور بتمشي ازاي. لكن الكارثه لما يبقى مسؤول زي الاستاذ خالد زين راجل نائب رئيس النادي الاسماعيلي وهو مش عارف العمليه بتتم ازاي. على فكره يا جماعه من الاسبوع اللي فات، يعني ايه مش عارف؟ عارف من الاسبوع اللي فات عشان اقول لكم الوضع اجرائيا بيتعمل ازاي في تحديد الملاعب.
رابطة الأندية أو إدارة المسابقات فيها بتبعت لمصلحة الأمن العام في وزارة الداخلية. أول ما الأندية اختارت ملاعبها، يعني النادي الأهلي اختار ملعب الأهلي وي السلام، واختار الملعب البديل له استاد القاهرة. الزمالك اختار ملعبه الأساسي استاد القاهرة، واختار البديل ما بين الكلية الحربية أو ملعب المقاولين. كل نادي حدد الملعب الأساسي والاحتياطي في ال 18 نادي. اتحاد الكرة أو رابطة الأندية بالأحرى عملت إيه؟ بعتت لمصلحة الأمن العام. مصلحة الأمن العام بتخاطب مديريات الأمن التابع ليها الملاعب، من ضمنها مديرية أمن الإسماعيلية. عندك الاستاد الإسماعيلية هيستضيف المباريات ديت، من ضمنها المفروض الأهلي والزمالك وبيراميدز وبقية ال 17 نادي اللي هيلعبوا مع الإسماعيلي. مديريات الأمن بتبعت الموافقات، خطابات الموافقة بتاعتها للأمن العام، بيبلغ بيها الاتحاد أو الرابطة. أنت هنا النقطة اللي بتحصل كل سنة من سنة، من أول ما حصلت مشكلة بورسعيد، إن مديرية أمن الإسماعيلية هي اللي بتتحفظ على استضافة مباراة الأهلي في الإسماعيلية، والإسماعيلي والمصري في الإسماعيلي والمصري. المصري من وقت الأزمة وهو بيلعب كل ماتشاته ال 34 في برج العرب كلهم، لا بيجي القاهرة لا للأهلي ولا للزمالك ولا بيتحرك بره برج العرب. مديرية أمن الإسماعيلية هي اللي بتتحفظ على استضافة مباراة الأهلي لأسباب أمنية هي تراها، ده تقدير موقف أمني وزارة الداخلية ومسؤوليها هم اللي أدرى بيها. هنا مديرية أمن القاهرة بتوافق للأهلي على استضافة مباراة الإسماعيلي. يعني كان السنة اللي فاتت مسؤول الرابطة قالوا لو الأهلي تمسك إنه يلعب مباراة الإسماعيلي في القاهرة يلعبها في القاهرة، وعلى الإسماعيلي أمنيا البحث عن ملعب يستضيف فيه مباراة الأهلي بره الإسماعيلية، لأنك أنت ما جبتش خطاب الموافقة الأمنية. لا اتحاد الكرة بيرفض ولا الأهلي بيرفض ولا حد بيرفض، لكن ولا الأهلي أصر استخدام حقه ولا الأهلي طالب حتى بكده. خلاص لقى تكافؤ الفرص إنك تنقل الماتشين لبرج العرب ليكن. سؤال هيوضح الليلة كلها. آه. المصري والإسماعيلي بيلعبوا فين؟ بره. آه. اللي بيلعبوا في الإسماعيلية؟ المصري كل ماتشاته بره بما فيها الإسماعيلي. بما فيها الإسماعيلي. الإسماعيلي. آه طبعًا. خلاص؟ آه. طيب ليه ما بيقولش ليه ما بيلعبش المصري عندي؟ ليه الأهلي بس هو اللي يقول ما بيلعبش الأهلي عندي؟ ما هو أنت لانه لا قرار الاهلي ولا قرار المصري ولا قرار الاسماعيلي ولا قرار حد. فاللي بيتكلم ما تقوليش انه مش فاهم، ده مسؤول يعني مؤكد. حصل عشرات الاتصالات في هذا الاتجاه، والا بدل ما تتكلم اعمل اتصالاتك. طيب لما ده يا جماعه يتردد اعلاميا والموقف امني، مش الافضل والاهم ان وسائل الاعلام دي تراجع في اللي بتقوله؟ هو ده مش تحريض للجماهير؟ هي الجماهير اللي اعتدت من الاسماعيلي على اتوبيس الاهلي في برج العرب من كام شهر، ده كان نتيجه ايه؟ من احساسها ان في حاجه كل ده. اه وكل واحد يتكلم، ما هو الاهلي اصلا على راسه ريشه ما بيجيش الاسماعيلي. لما جه قبل الماتش ده راجع اللي اتقال في الاعلام، نفس التسخين والتحريض، هم نفس الاشخاص سخنوهم لدرجه ان حصل انهم مظلومين انهم رايحين يلعبوا بره. اه طبعا. مع ان الاهلي لعب معاهم بره. ده كلام عجيب فعلا، لكن له تفاصيل تانية بعد الفاصل. ما تخافش على الأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نشاطر الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الأستاذ جلاء جبالله، رئيس مجلس إدارة دار التحرير السابق لأحزان في وفاة السيدة زوجته، تغمدها الله بواسع رحمته والهم الاسره الصبر والسلوان. استاذ جلاء صديقنا طبعا، صديقنا العزيز وراجل محترم، وربنا يصبره يا رب ويكون مسواها الجنه باذن الله. البقاء والدوام لله. طيب عطفا على قضيه اللبانه المسخه بقى، حتى الرابطه نفسها بتوضح وتكلموا اكتر من مره. السنه اللي فاتت المهندس عامر حسين والنائب احمد دياب كلهم اتكلموا بتوضيح الموضوع ده، والامر لسه مستمر. كمان الكابتن عماد متعب نائب رئيس الرابطه اتكلم في الموضوع. هل في تدخل من الرابطه لحل هذا الامر ام لا؟ هو مفيش مشكله اصلا، هو ايه المشكله؟ انا نفسي افهم بس يا ابراهيم هي فين المشكله؟ ما هي دي النقطه اللي احنا بنطلبها، ان بعد اذن الناس ان هي تساعد. يعني النقطه كلها المباراه بقى لها سنوات طويله بتتلعب في اسكندريه استاد برج العرب.
هو الامن، الامن هو اللي طالب مش احنا خالص. يعني الموافقه الامنيه جايه من المباراه تكون في برج العرب. ويعني علشان نحقق العداله احنا النادي الاهلي كموافقه امنيه هو متفق له نلعب في القاهره، لكن هنلعب المباراتين في برج العرب كعداله للفرقتين. يعني يعني زي ما نادي الاسماعيلي متضرر هو النادي الاهلي متضرر، ما ميزناش حد عن حد تماما، لكن الموافقه الامنيه جايه على اللعب في برج العرب. الماتشين حطينا النادي الاهلي مباراته الثانيه في الدور الثاني مع نادي الاسماعيلي في برج العرب، فما فيش اي يعني نقطه صغيره تقول ان احنا هنميز حد عن حد. يعني ملخص الكلام استاذ، لو في مجامله هتبقى مجامله للنادي الاسماعيلي ان الاهلي ها جايب موافقه ومع هذا بيلعب بره، بيلعب بره لتحقيق العداله مفهوم السبب، ولذلك الاهلي ما احتجش، لكن الاهلي متضرر زيه زي الاسماعيلي ببساطه شديده. يعني على فكره هي كمان قضيه مش جديده، هي من اول والله من اول ما اتعملت واللبانه دي شغاله، لدرجه انه من ثلاث سنين المهندس مازن مرزوق كان وقتها بيدير لجنه المسابقات، يعني هي اللبانه مستمره مع تغير لجان المسابقات. فاتكلم مازن مرزوق وقتها عن نفس الموضوع. هل من ضمن الامور هل الاهلي مثلا طلب ان هو لا يواجه الاسماعيلي في الاسماعيليه؟ لا لا بص عشان برضه الناس يعني في انديه برضه تبقى عارفه ان القصص دي مش قصه اتحاد الكوره، مش انا اللي بنقي مين يلعب فين ومين يلعب فين. انا ببعت الملاعب للامن وبلعب ببعت الجدول، والامن ليه بعض الاشتراطات الامنيه او ليه بعض الرؤى الامنيه فبتحصل. فالاهلي ما بيروحش يلعب في اسماعيليه خلاص، يبقى دي لابد من احترامها، دي رؤيه امنيه طبعا بحته. يعني اكيد لو انا لو عليا لعب الناس كلها، لكن القصه مش قراري انا، لان انا يعني نظريتي هتبقى قاصره لان ما عنديش الخلفيات اللي عند الامن. دي تصريحات برضو مهمه جدا لانه بترد على اسئله عند ناس كتير. يعني انا ما عنديش الخلفيات بتاعه الامن، الامن هو اللي عنده المعلومات وهو اللي بيحمي البلد دي. لكن ما انا اطلع اتكلم، لما انا اطلع اقول لا هيلعب الاهلي هنا والزمالك يلعب هنا ابقى بقول اي كلام. يعني مش الاهلي هو اللي طلب انه على فكره الاهلي ما طلبش خالص، الاهلي اخر حاجه يطلب. طيب مازن مرزوق من كام سنه وقال لك الاهلي لم يطلب، ويطلب ليه؟ وهو لو طلب كانت الناس هتستجيب له؟ مفيش يعني كلام كده. شوف يا جماعه هو الكلام خلاصته الكلام مازن، الامن هو اللي بيحمي البلد، الامن هو اللي اضرب المعطيات، الامن هو اللي اضرب الظروف، الامن هو اللي بيتحمل المسؤوليه. على فكره فده المفروض يكون واضح للجميع استاذ ابراهيم، طول ما الناس دي اللي بتسال هذا السؤال الخبيث بتساله بالطريقه دي بتعطل القرار، لان كل مره يقولوا كده بيزكوا الخلافات اكتر. ما سابوش الامور تمشي بشكل طبيعي عشان الامور ترجع تاني بشكل طبيعي. خليكم افضلوا اسالوا الاسئله دي ومارسوا دوركم الشيطاني، وكل واحد ربنا يديله على قدر نواياه، وحرام عليكم اللي بيحصل ده. لائحه المسابقه الجديده فيها كتير من الضوابط، نتمنى ان هذه الضوابط تمتد للمشهد الاعلامي، بحيث انه ترديد امور بهذا الشكل من هدفها إثارة الجماهير وتحريض الجماهير وتوسيع الفجوة بين الجماهير وبعضها ده يكون عليه حساب. المسألة مش فقط عند لجنة المسابقات، لكن متابعة الأداء الإعلامي وضبط الأداء بهذا الشكل في القضايا اللي تمس الجماهير وعلاقات الجماهير فيها مسؤولية. راجعوا المشهد الإعلامي الرياضي قبل أحداث بورسعيد وانتوا تعرفوا كارثة بورسعيد دي حصلت ليه، لأنه حصل تسخين شديد جداً وإثارة فتنة شديدة بين الجماهير مع بعضيها. ربنا يحفظ الجميع إن شاء الله، وموسم يبدأ بضوابط تتنفذ على الكل مراعاة لهذا الظرف. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في العاشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.